أن المسؤولية المجتمعية والتنمية المجتمعية كما نعرفها في الاقتصاد هي لا تتحقق إلا بارتباطها بالتنمية الاقتصادية، وبالتالي لجوء مؤسسة مصر الخير على مسمع ومرأة من الجميع أن تؤدي هذا الدور وتنشئ صرح اقتصادي يشغل الشباب ويحقق طفرة ويؤدي إلى وجود ناتج ويؤدي إلى سد حاجة المجتمع فيما يتعلق باللحوم وغيرها وتشغيل الشباب، ده عبارة عن ربط التنمية المجتمعية والمسؤولية المجتمعية بالتنمية الاقتصادية، وده اللي بيحقق الشمول للتنمية المجتمعية، لأن كثير من المؤسسات والمجتمع المدني بيلجأ إلى التنمية أو المسؤولية المجتمعية دون النظر إلى الجانب الاقتصادي، أعتقد لا يتحقق لها الدوام أو الاستدامة. وبالتالي فإن مسألة ربط التنمية المجتمعية والمسؤولية المجتمعية بالجانب الاقتصادي يحقق التنمية الشاملة، يحقق الاستدامة، يحقق معدل نمو عالي ومرتفع. فأنا بوجه له التحية على هذا المدخل وهذا الاتجاه، ونأمل إن شاء الله في المستقبل أن يزيد. التوجه الآخر فيما يتعلق بالشباب، وزي ما أعلن سيادة المحافظ أن الشباب بيتوفر له في هذا المشروع مقومات النجاح من تدريب ودعم فني وتسويق، ودي يعني مقومات نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل اهتمام السيد رئيس الجمهورية والدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب باعتبارها قاطرة التنمية. ويجب أن نبتعد كثيراً عن التمني في العمل الحكومي وروتين الحكومة ونلجأ إلى المشروعات الصغيرة وتملك مثل هذه المشروعات، خاصة نأمل أن توجه رسالة لمؤسسات المجتمع المدني أن تحذو حذو مؤسسة مصر الخير وشركة أرض مصر الخير بأن احنا ننشئ مشروعات نشغل الشباب في شكل حضانات زي ما قال عليها سيادة الرئيس، ده تمثل برضو نموذج للحضانات في المجال الزراعي. أنا بوفر الشباب، بوفر المنتج، بوفر الرعاية، بوفر الدعم الفني، بوفر كل مقومات النجاح، فده برضو حاجة يجب أن يشكر عليها القائمين على هذا المشروع.